مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. شكرا للزميل مطلق بن علي العنزي على التواصل في الشوط الماضي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه تعلن انطلاقة رابع أشواط هذا اليوم في بداية أول أيام هذا المهرجان. كما شاهدنا أيضا عجائب مع الصعب أيضا تفوز بأول رموز هذا المهرجان، والصعب هو أيضا من فاز بسيف مهرجان المؤسسيات في أول رموز هذا المهرجان ليفوز مع عجائب. تهانينا والناموس لسعيد بن سلطان بن مرخان، والتاني أيضا لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان على فوز عجائب. هكذا شوطنا القادم أيضا يحمل الجعدان ضمن انطلاقة هذا اليوم مشاهدينا ومتابعين الكرام. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، ثلاثية على الصدارة، على المركز الأول، ناخذ المركز الأول والصدارة الأولى. ناصي أحمد بن علي بن محمد بن مطر أبو نواس وصل يقدم ناصي في هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير، بينما النقلة مباشرة من الزاوية اليمنى لياتي هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام غازي المبارك بن ريو بن محمد المنصور القادم من ميدان الوثبة ينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث وصل هنا منبع لمحمد بن الدحب بن قنازل العامري، يتدخل من الزاوية اليمنى أيضا لياتي بالمركز الثالث. انتقل بحضراتكم مباشرة مع مياس لسالم بخليفة بالضبيب بسليمان الشامسي يتواصل إلى المركز الرابع. المركز الخامس التحديات من بحر حمد بن طالب بن محمد بن شفيع من ياتي في هذه اللحظات على المركز الخامس. هكذا نيدان الاول، الخمس القعادين الاولى المتقدمة ولكن اسماء قوية قادمة، 54 اسم مشارك في هذا الشوط. نتمنى للجميع التوفيق والسداد والنجاة. العودة الى غازي، غزا المقدمة غازي ياتي مبارك بن ريو بن محمد المنصوري يتقدم ايضا في عملية التضمير. سلطان بن ريو المنصوري روح يا ابو عمر، هناك اهالي الوثبة ينتظرون السلامات مع غازي، ولكن ابو نواس يقدم ناصي وصل ايضا في هذه اللحظات لينطلق الى المركز الثاني. ياتي ايضا بشعار احمد بن علي بن محمد المطر ابو نواس الاكتبي، بالفعل ايضا ياتي من جينات المختبر ينطلق هنا مشاهدين الأعزاء. غازي وناصي هنا المختبر من ينتج هذه السلالات الرائعة والجميلة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. المركز الثالث اللي وصل مياس لسالم بخليفة بالضبيب بن سليمان الشامسي، والمركز الرابع التدخلات ايضا من منبع محمد بن دحبه بن قنازل العامري، والدخول التحديات من مشاكل عبد الله بن سعيد بن مصبح بن مطر النعيمي. هكذا النتيجة، الى اين السيارة، الى اين الفوز والانتصار؟ ايضا هناك غازي على المركز الاول، مبارك بن يريو المنصوري الكيلومتر الاخير، دخلنا هذا الكيلو، دخلنا كيلو الامتحان، ولكن ناصي وغازي من إيري وبو نواس يتقدمان هنا مع سلالة المختبر، يقدمان هذا الأداء الكبير والتحديات المثيرة. مخباط وصل لعبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، تدخل أول ندى لمخباط، ولكن غازي ال 700 متر الأخيرة، الأمتار المجنونة، جولة الأوامر النهائية، حرك وروح يلي سيارة. ناصي غازي المختبر هو من يقدم هذه المجموعات الرائعة والجميلة. الله الله الله، مخباط على المركز الثالث، ياتي عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي من يقدم مخباط، ولكن ناصي وغازي ال 400 متر الأخيرة. غير غازي من إيريو بدا يسير إلى مقدمة الشوط. الله 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 الله، مبارك بن إيريو بن محمد المنصوري من يقدم غازي، ولكن ناصي نصل المركز الأول، نصل الانطلاق الأول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. ياتي أحمد بن علي بن نواس الاكتبي سلام إلى ناصي، سلام
سلام إلى ناصي، سلام، سلام إلى المجموعة العلمية المتقدمة على هذا الانتاج الكبير والتحديات المثيرة. تهانينا تهانينا، تسلم يمينك يا أبو علي أحمد بن علي بن نواس الاكتبي من قاد ناصي إلى الفوز والانتصار. سلام إلى الأحباب، سلام سلام إلى العوير، العوير بالفعل. تهانينا والناموس مخباط والمركز الثاني عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي المركز الثالث، وصل غازي مبارك بن إريو بن محمد المنصوري والمركز الرابع، هو من أتى حامل الرقم 10 مشاكل عبد الله بن سعيد المصبح من مطر النعيمي. المركز الخامس وصل فيه سالم بقليبة بضبيب سليمان الشامسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، نعود أيضا بالتوقيت الزمني. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، شاهدنا ناصي من نصل المراكز الأولى، ناصي من فاز الأحمد بن علي بن محمد أبو نواس الاكتبي حيث قطع المسافة. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، كما تشاهدون هذا الملخص الرائع الذي يأتي به المخرج، هنا منافسة رائعة من خلال تواجد ناصي وغازي. إذن هنا مشاهدين الأعزاء في بداية السباق في سن الصغار تظهر أيضا المجموعة العلمية المتقدمة بسلالاتها الرائعة. 6 دقائق 12 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس نزفها على ظهر ناصي أحمد بن علي بن محمد أبو نواس الاكتبي. تشكر يا راعي نقد على هذا الفوز والانتصار. 6 دقائق 13 ثانية وخمس أجزاء من الثانية، هو من حل في المركز الثاني. مخباط لعبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي. المركز الثالث وصل به غازي لمبارك بن إريو بن محمد المنصوري. 6 دقائق 13 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. هكذا مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط، إذا شاهدنا القوة والإثارة، فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ مشاهدينا متابعينا.